اليوم أقول الآن آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته وأن ينثر شيئا مما في كناناته. وما عرفت يوما من الأيام بإذن الله وحمده علي جبانا، ولكني والله أصبر وأصبر حتى إذا ظن أن هذا هو الضعف أريتهم الحق والصدق والقوة. وإن شاء الله تعالى نعقد حلقا في بيان أحوال الصحافة الذين يقولون لا دلائل عند محمد بن هادي، وأنا سأضعها في كتب الجرح والحكم للناس، هم الذين ينظرون ويطبقون القواعد، وسآخذهم بإذن الله واحدا واحدا رجلا رجلا من تغريداتهم وواتساباتهم ومواقفهم وشهادات العدول عليهم. إنها والله